جئنا اليوم من قرية كفر اللبد عن طريق نادي كفر اللبد الرياضي وجمعية سيدات كفر اللبد وأيضا مركز كفر اللبد الشباب الإبداعي لتنظيم فعالية يوم فرح ومرح للأطفال مع جمعية رعاية الطفل هون في طول كرم. وزي ما حضرتكم شايفين يعني بننفذين هاي الفعاليات حتى انه يعني نعمل شوية فرح ومرح للأطفال ويلعبوا ويتهوسوا شوي. نحن بنعمل يوم ترفيهي للأطفال بالتعاون مع جمعية كفر اللبد ونلعبهم شوية ألعاب عشان يرفعوا عن نفسهم. نتمنى انه طبعا يرجع ينعاد هذا اليوم بالتعاون مع هاي الجمعية.